تزخر جنبات شوارع القاهرة الفاطمية بالعديد من الآثار المتنوعة التي ما زالت شاهدة على مدار مئات السنين على تاريخ عريق وحاضر مزدهر. من بين تلك الآثار بيمارستان المؤيد شيخ، أحد آثار العهد المملوكي، والذي يعد ثاني بيمارستان باق على مستوى القاهرة بجانب بيمارستان قلاوون بشارع المعز، أحد أشهر البيمارستانات في العالم. والبيمارستان هو مبنى أثري كان يستخدم كمنشأة رعاية اجتماعية. في إطار إعادة تأهيل وإحياء العديد من مواقع التراث الثقافي، يأتي مشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية، والذي يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة السياحة والآثار والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بهدف إدارة السياحة الثقافية بشكل مستدام. الحقيقة أن حدث اليوم يجسد ويعبر بشكل جلي عن صورة من صور التعاون والصداقة بين الشعبين المصري والأمريكي. نجتمع هنا عند المدخل الجنوبي للقاهرة التاريخية المسجلة على قائمة التراث العالمي باليونسكو لنحتفي بنموذج احتذى به الإدارة وإعادة توظيف مواقع التراث والأثار. وفي بيمارستان السلطان المؤيد الشيخ، والذي كان مخصصا كما نعلم كمستشفى، وكدنا أن نفقده كمبنى أثري نتيجة عوامل الزمن والتقادم والتداخلات المتتالية لولا تدخل وزارة السياحة والأثار ممثلة في المجلس الأعلى للأثار وإدارة القاهرة التاريخية لترميمه ترميما كاملا واستعادة ملامحه المعمارية والوظيفية. احتفل سويا اليوم بالمشاركة المصرية الأمريكية في قطاع السياحة والتراث الثقافي في عدد من المواقع الأثرية بالقاهرة التاريخية بعد تطويرها، وذلك من بين 8 مواقع ضمن مشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية على مستوى محافظة القاهرة، وهي تكية تقي الدين البسطامي والبيرامستان المؤيدي، ونتطلع مستقبلا للمزيد من التعاون في مختلف المجالات المتعلقة بحماية التراث بالقاهرة. نحن هنا اليوم من أجل الاحتفال بالعلاقات الممتدة بين الشعبين الأمريكي والمصري، واليوم نحن نعمل على أن يكون هذا الاستثمار من أجل أن تستمتع الأجيال القادمة بزيادة أماكن التراث الثقافي في مصر، ونؤكد على أن المجتمع سيستفيد أيضا من هذا المشروع عن طريق إتاحة الاستثمار للقطاع الخاص وإنشاء وتطوير المزيد من المشروعات حول هذه المناطق، مما يؤدي إلى تحقيق التنمية الاقتصادية. يأتي بيمارستان المؤيد شيخ من بين الأماكن التي يعمل عليها المشروع، وهو مبنى أثري تم تصميمه كمنشأة صحية على يد الملك المؤيد أبو النصر شيخ، أحد أهم الملوك الجراكسة في مصر، كما يشمل المشروع بيت يكن وزاوية فرج بن برقوق وغيرها من الأماكن التراثية. فإحنا شغالين يعني بنرمم الآثار، وفي نفس الوقت شغالين مع المجتمع المحلي بندربهم، بالذات الحرفيين مثلا اللي بيقدموا طعام في المنطقة، بندربهم على الاتيكيت وعلى الصحة، بحيث أنه لما يقدم أكل للسائح يبقى بطريقة مناسبة وصحية. وبرضه بالنسبة للحرفيين بنديلهم أفكار إزاي يطور المنتج بتاعه. ده طبعا هيفيد المجتمع المحلي وهيزود الإقبال السياح على المنطقة. بيمارستان يعني تقريبا مستشفى، فشوفي العظمة اللي فيها المكان والارتقاء الروحي والسمو الجمالي اللي موجود فيها. فطبعا دي حاجة فيري يونيك أو فريدة جدا في التراث بتاعنا، ولازم نفتخر بيها. فكونه اتنظف وترمم وهيعاد استخدامه في حاجة تنفع المجتمع، دي حاجة محمودة جدا. بقية الحاجات اللي هم نقوها عشان ودي على فكرة مش الحاجات الوحيدة، يعني في حاجات أكتر آثار وتراث حتى لو مش مسجلة آثار، لكن تراث عظيم جدا في منطقة الدرب الأحمر. فكونهم بدأوا يهتموا بمناطق مش آثار في حتت متفرقة، ونرمم أو نهتم بإعادة تأهيل الآثار دهيت في المناطق، على طول بيودينا لإعادة تأهيل المنطقة كلها.
هيكون له مردود اجتماعي واقتصادي وجودة للحياة للقاطنين في المناطق دي. يعد هذا المشروع خطوة في إطار جهود الدولة لإعادة تأهيل المواقع التراثية، إلى جانب العمل على تعزيز دور السياحة كمحرك رئيسي لتحقيق النمو الاقتصادي. جيرمين إبراهيم، التلفزيون المصري.